إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة المتعلقة باستعمال أطفال الأجهزة الرقمية، خصوصا الهواتف الذكية. هذا الفيديو المهم جدا جدا، موجه للآباء والأمهات بالخصوص. أيتها الأم، أيها الأب، ما كاينش شي عائلة اللي ما كيعطيوش لولادهم التليفون أو الهواتف الذكية، يا باش لا يمتهنا مصدعهم، يا باش ما يخليهمش يديروا بساله او اي سبب اخر، ولا كيعطيهم يلعبوا العاب او يشاهدوا مقاطع فيديو. لكن الاخطر وكنسطر عليها مزيان هو انهم ما كيراقبوش الطفل ملي كيكون شاد الهاتف في يده. وكيف كيعرف الجميع ان اي لعبه او اي فيديو كيشوفه الطفل ضروري يطلعوا فيها اشهارات على شكل صور او مقاطع؟ كيف كيعرف الجميع ان اي لعبه او اي فيديو كيشوفه الطفل ضروري يطلعوا فيه شي اشهارات على شكل صور او مقاطع فيديو؟ حيت هكا كيتخلصوا الناس اللي كيصاوبوا هاد الفيديوهات وهاد اللعب هادو. وهنا كاين المشكل الكبير والخطير جدا، حيت كاينين العاب كيبانوا فيها نوع خاص من الاشهارات، كيبان فيها نوع خاص من الاشهارات ملي كيكون الطفل هو اللي شاد الهاتف في يده، ماشي شي واحد كبير في العمر. يعني ملي يكون الطفل هو اللي شاد الهاتف وكيلعب او كيتفرج، كيظهروا ليه اشهارات موجهه خصوصا لهاد الاطفال هادو، والمحتوى ديالها خطير جدا على الطفل ديالنا، حيت كيركزوا على العنف والمثليه والجنس واشياء اخرى خطيره على العقليه ديال الطفل ديالنا. عافاكم، نشر هذا الفيديو قدر الامكان باش يوصل للجميع ويحميو اولادهم. خوتي، ليس هذا هو كل الخطر. الأمر الخطير جدا هو كيفاش كيعرف الهاتف باللي الطفل هو اللي شادو في يده في ذاك الوقت بالضبط. الجواب سهل وخطير في نفس الوقت إخواني المشاهدين، واللي هو أنه يتم استعمال الكاميرا الأمامية للهاتف، خصوصا باللي يكون الدري كيلعب في الألعاب. هكا كيتأكد الهاتف باللي هو الطفل هو المستعمل ديال هذا الهاتف هذا. وكذلك هنا كاين خوارزميات خبيثة كتستعمل الميكروفون باش يتجسس عليك، وكاين طرق اخرى كذلك. هادشي باش كيحددوا شنو هو النوع ديال الاشهار اللي غيطلع لك. والهدف اخواني من هاد الاشارات هادو اللي هي خطيره وهي القضاء على القيم الاسلاميه اللي مربين عليها ولادنا في وطننا العربي، وباش وهما كذلك يتحكموا في ولادنا في طريقه اللباس ديالهم وطريقه تعاملهم مع الاخر، ويتحكموا في مشاعرهم وتصرفاتهم الى اخره. ولهذا جبت لكم الحل كيفاش تعرفوا شنو هي الصلاحيات اللي كاينه في اي لعبه غيلعبها ولدك. يعني اي لعبه غيلعبها ولدك غتعرف الصلاحيات اللي عندها، وتبعوا معايا طريقه باش تعرف كيفاش تختار اللعبه المناسبه لولدك. اولا نختار مثلا شي لعبه عباسيه مثلا غير هكاك، مثلا هذه اللعبه هذه اللي كتلاحظوا معايا، ندخلوا ليها مثلا نشوفوا شنو هي الصلاحيات اللي عندها. اولا كتدخل لهاد الابليكاسيون اللي هي اللعبه مثلا، وكتنزل اسفل كتضغط على حول التطبيق about this app، كتنزل مره اخرى حتى تلقى صلاحيه التطبيق يعني apps permissions. هنا كتدخل وكتقرا شنو مكتوب عندك. مثلا في هذه اللعبه هذه مرخص ليها يعني ان الهاتف ديالك ممكن يستعمل مول هذا البرنامج هذا، مول هذه اللعبه، يستعمل الكاميرا ديال التليفون الاماميه والخلفيه بدون الاذن ديالك، وكذلك ممكن يحطك اي حاجه في الذاكره الهاتف ديالك. وكذلك كاين خيارات اخرى متعدده، من بينهم تحكم في شبكه الانترنت، يعني يقدر يتحكم في التليفون ديالك يعني عن بعد. هذا فقط مثال، وكل لعبه واش تقدر دير، كاين فيها المزيانين وكاين اللي خايبين. خوتي، هذا الشيء اللي مكتوب هنا راه تطبيق كيرخص للهاتف ديالك يديرو بالاذن ديالك او بدون الاذن ديالك، وممكن صاحب التطبيق هذا يتحكم فيك عن بعد كيف قلت لكم. وفي الاخير مشاهدي الكرام، الحل هو مراقبه الابناء ديالكم ملي يكونوا كيلعبوا في الهاتف او كيستعملوه، وتقنين الاستعمال ديالو وكنركز عليها بزاف، وكذلك مراقبه التطبيقات بصرامه وعدم تحميل اي تطبيق بلا ما تعرف الصلاحيات اللي كاين عنده. وبالاحسن انكم تبعدوا الهاتف على الطفل، وما تخليوش الطفل يحس باللي اصلا السمارت فون عنده شي اهميه. بخصوا قيمه التليفونات قدام ولادكم، وما تشدهمش بزاف قدامهم، وربيو فيهم حس ديال المبادره وحب الاختراع، واعطيهم الثقه في النفس. وفي اخر الفيديو خوتي غادي نخلي لكم واحد الفيديو
كمثال ديال واحد الابوين كانوا كيراقبوا الاولاد ديالهم ملي كانوا كيلعبوا في الهواتف ولا في التابلت ديالهم، وفريمون تاكدوا باللي هاد الاشهارات اللي كيطلعوا الاولاد ديالهم اللي تكونوا بوحدهم ماشي هما نفس الاشهارات اللي كيطلعوا لهم ملي تيكونوا وحدهم ولا ملي تيكونوا هما اللي شادين لي تابلت. تاكدوا فريمون باللي هاد الاشهارات هادو كيطلعوا للدراري الصغار ملي تيكونوا بوحدهم، وهاد الاشهارات تيكونوا مره طوال مره قصار، والتوجه ديالهم ما مزيانش وخايب للدراري ديالنا. لهذا ردوا البال لولادكم. هنا كيسالي الفيديو لخوتي، ما تنساش دير لايك وتنشر الفيديو قدر الامكان باش يوصل كلشي، وشارك معنا الاراء ديالك في كومونتير. الى اللقاء.